بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا في البداية أرحب بحضراتكم جميعا وانتم موجودين معنا النهاردة في هذه الجولة الهامة داخل محافظة شمال سيناء، ومن هذه النقطة المهمة جدا أمام منفذ رفح على الحدود المصرية الفلسطينية. واسمحوا لي يمكن أن أتعرض الأول لشيء مهم جدا، وهو ثوابت في السياسة المصرية. مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب، وإحنا ضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب، وده التزاما بكل ما يعني ينص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن. وبالتالي الحقيقة مع هذه الأزمة الغير مسبوقة اللي بتحصل النهاردة في قطاع غزة، يعني إحنا بندعو العالم وكل دول العالم انها تبقى المنظور يبقى منظور عادل، منظور يعني يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب. لا يوجد ميزة لجانب او افضلية لجانب عن الجانب الاخر، الجميع سواء، واحنا جميعا ضد سقوط اي ضحايا ابرياء مدنيين. وبالتالي نحن ضد سياسة العقاب الجماعي اللي بتحدث الآن ضد سكان قطاع غزة المدنيين. ومن أول لحظة مصر بتتحرك على كل المستويات، بدءا من القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة بتشتغل على كيف نحلحل ونحل هذه الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة بيتعرض لها النهاردة سكان القطاع الأبرياء، من حجم دمار كبير وحجم ضحايا كبيرة. وإحنا زي ما بنقول إحنا هدفنا كله أن نتعامل مع الأزمة الإنسانية. وعشان كده يمكن أنا بنتهز الفرصة أن أنا أوجه الشكر لكل قيادات المجتمع المدني سواء داخل مصر أو خارج مصر، ولكل الحكومات اللي كانت من أول لحظة حريصة أنها تقدم مساعدات لأهالي غزة. يعني إحنا يمكن على المستوى المحلي الحقيقة كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الهلال الأحمر، حياة كريمة، جمعية أبناء سيناء، كل مؤسسات المجتمع المصري اللي بتشارك وبتقدم قوافل كبيرة جدا هدفها كله أن احنا نساعد في حل الأزمة الإنسانية اللي موجودة في قطاع غزة. أيضا العديد من الدول والمؤسسات الدولية أيضا بتشارك في نفس الموضوع، وبنؤكد على شكرنا وتقديرنا وحرصنا كمصر أن احنا نوصل كل هذه المساعدات لأهالينا في غزة. أنا فقط بوجه الشكر ليهم كلهم، لأن الحقيقة أنا عارف أن هم بيتين هنا على مدار الـ 24 ساعة. أنا بتكلم على المتطوعين وكل الزملاء من القطاع المدني والسواء الوطني أو الدولي، علشان هدفهم حاجة واحدة، تدخل هذه المساعدات لأهالينا في غزة. وبشكر كل المسؤولين من الجهات اللي في الدولة اللي بيشتغلوا ليل ونهار علشان يعملوا هذا الموضوع. واعتقد دي رسالة كلنا لا نستطيع ان يعني نتجادل عليها. الأزمة الإنسانية اللي موجودة النهاردة لازم تتوقف، المأساة اللي بتحصل كل يوم والخسائر البشرية الهائلة اللي بتحصل كل يوم، ولازم يكون، وخلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لن تحل هذه القضية مهما هديت او يعني عاليت وتريتها الا بالحل الدائم اللي العالم كله اقر بيه، حل الدولتين. ولن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة بدون أن يتبنى العالم كله هذا الحل اللي أقر من الأمم المتحدة وكل دول العالم. وأعتقد هذه الرسالة هي الرسالة اللي احنا في مصر من أول يوم تبنيناها وقلنا، بالرغم من فداحة الحدث وعظم الضحايا الأبرياء المدنيين، لكن يظل أن الحل الدائم لهذه الأزمة اللي هتظل موجودة في المنطقة هو هذا الحل الدائم والعادل اللي أقر بيه العالم قبل كده. فعشان كده مرة أخرى إحنا من هذا المنبر، إحنا كدولة حريصين كل الحرص إن ندعو العالم مرة أخرى لتبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية. مصر من أول يوم، ومصر يمكن عايزين نتكلم بمنتهى الأمانة، مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود منذ سنة 48،
ومصر من اكثر الدول، ولا يعني احنا لا نباهي ولا يعني من قبيل ان احنا يعني نتباهى بهذا الموضوع، لكن هو ده الواقع. مصر فعلا من قبل 48 وهي بتتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويعني ساهمت بأغلى أرواح عشرات الألوف من شبابها على مدار العقود السابقة اللي استشهدوا على هذه الأرض وهم بيدافعوا على القضية الفلسطينية. وفي كل المعتركات الأخرى الدبلوماسية كانت مصر دائما داعمة لهذا الموضوع، وعلى البعد الاقتصادي دائما حريصين على مساعدة أشقائنا في فلسطين ودعمهم في كل شيء. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نؤكد عليها واللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حساب حد غيرها. دي رسالة لازم تبقى واضحة للعالم كله. هذه القضية مرة أخرى لن تحل إلا بالحل اللي أقره العالم كله، وهو حل الدولتين. هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة. أي حلول أخرى سينتج عنها مهما كانت محاولات فرضها سيظل عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان لكل الدول في المنطقة مستمر. احنا كنا حريصين النهاردة على الجانب التنموي ان انا اكون موجود النهاردة مع زملائي من السادة الوزراء والمسؤولين عشان نعلن انطلاق خطة تنمية شمال سيناء. هذا القطاع عانى من الإرهاب على مدار العشر سنين الماضية، وأهاليه، وزي ما يعني قبل قواتنا المسلحة وأبناء الشرطة هم كمان عانوا من هذا الإرهاب البغيض. وزي ما قلت ما كانش في أسبوع بيعدي إلا وبنشوف حادثة بيستشهد فيها حد من قوات الشرطة، من قواتنا المسلحة أو من أهالي شمال سيناء. نجحنا الحمد لله إن احنا نقضي على الإرهاب، ومع ذلك في نفس الوقت اللي كان الإرهاب بنحاربه كنا برضو بتشغلين في التنمية. النهاردة إن شاء الله ده تدشين لعملية وانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء باستثمارات هتتجاوز 400 مليار جنيه الدولة هتضخها في الفترة الجاية عشان تحقق تنمية شاملة ومتكاملة لهذه المنطقة، عشان تخدم أهالي شمال سيناء وتخدم أهل مصر كلهم. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن من هذا المنبر مرة أخرى بنجدد دعوة القيادة السياسية ودعوة المصريين كلهم بإنهاء الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيعاني منها أهل غزة النهاردة، وإن يتوقف النزاع والدمار الذي لن يؤتي ثماره أبدا على المدى القصير ولا البعيد، وأن ننظر جميعا لحل هذه القضية الأزلية بأسلوب عادل يحقق مصلحة كل الأطراف. أنا بشكر حضراتكم جميعا. شكراً.